الاعتمادية، تعدد الاستخدامات، ونمط الحياة العصرية. كريتا تتمتع بطابع جريء وقوي يفيض بالحيوية الشبابية من كل زاوية. مرحبا، أنا علاء الدين عبد العال، مدير المنتج لدى شركة هيونداي شرق الأوسط وأفريقيا، ويسرني أن أقدم لكم كريتا الجديدة كليا. وكما هو الحال مع كل طراز نطرحه، سنبدأ بمفهوم التصميم. أدخلنا تحديثا مهما على شبكة الرادياتر التي تأخذ نمط اندفاعي وتعد إحدى سمات التصميم المميز لهيونداي، مع الاحتفاظ بمظهر عائلة هيونداي. ويشتمل المصد الأمامي المكون من قسمين على لوحة انزلاق سفلية مصممة بلون بارز ومعاكس لتحقيق أقصى مظهر رياضي. تشع كريتا بالمظهر الرياضي في كل تفاصيلها، وتعكس أقواس العجلات المحددة القوة والجرأة. يتماشى كذلك القالب الأسود الذي من فوق العجلات وعلى طول البيبان مع السقف الأسود لخلق تأثير موحد. كما يبرز التصميم الجديد للعجلات الطابع القوي لسيارة كريتا. يتميز الشكل الخلفي لسيارة كريتا بمظهر متين وقوي، يبرز الديناميكية الرياضية التي يفضلها الأشخاص في سيارات الكروس أوفر. وعند فحصها عن قرب ستلاحظون جانباً مثيراً في الطريقة التي حقق المصممون من خلالها تناغماً دقيقاً بين الخطوط المستقيمة والمنحنية لخلق شكل إيجابي وسلبي، وتضفي لوحة الانزلاق الخلفية إحساساً بالثقل والصلابة. لم يتوانى فريق التصميم عن تطوير أفضل الألوان الملائمة لسيارة كريتا بعشرة خيارات للألوان الخارجية. تأكد أن سيارة كريتا ستلفت انتباه الجميع. الهدف الرئيسي لفريق التصميم الداخلي هو خلق مساحة داخلية تركز على الأشخاص وتتسم بالحدسية على كل مستويات الراحة والأمان. إن اعتماد نموذج لوني ثنائي الدرجة يحقق المتعة والإثارة الشبابية، والتي من شأنها الاستحواذ على إعجاب جيل الألفية ومن يتبعون نمط الحياة العصرية. ما يجعل مساحة القيادة بسيارة كريتا جذابة للغاية هو بساطتها الشديدة. يخفي التصميم القائم على مبدأ الأقل هو الأفضل قدراً كبيراً من التطور، فكل الخطوط أنيقة وعصرية، والألوان دافئة وهادئة، والملمس محفز وناعم. كريتا الجديدة أطول وأعرض داخلياً وخارجياً من سابقتها من الجيل الأول، فتزيد قاعدة عجلاتها التي يبلغ طولها 2610 ملم من مساحة المقصورة التي تتسع لخمسة أشخاص بشكل أكثر راحة عن ما سبق، مع توفير مساحة أكبر لحيز الأقدام وحيز الرأس وحيز الكتفين. تتكون المقاعد التي تمنحتها بشكل مناسب للقيادة من مواد متعددة الكثافة لتوفير درجات متفاوتة من الصلابة والليونة لتعويض التوزيع غير المتساوي للوزن على المقاعد. إن المجموعة الثرية من الميزات القياسية والاختيارية مثيرة للإعجاب حقاً بالنسبة لسيارة من هذه الفئة، وداعاً لمجموعة العدادات التقليدية ومرحباً بالرقمية. تعد مجموعة عدادات المراقبة بحجم 7 بوصة مذهلة بفضل وضوحها الحاد وألوانها الغنية. تعرض هذه الشاشة الرقمية بالكامل مجموعة كبيرة من المعلومات المقدمة بتفاصيل دقيقة وواضحة. شاشة العرض من مقاس 8 بوصة عالية الدقة، تتسم بمجموعة مذهلة من الميزات تشمل أبل كاربلاي، أندرويد أوتو، وأحدث إصدار من بلوتوث. يعلم عشاق الموسيقى أن مكبرات بوس تصنف ضمن أفضل العلامات التجارية لمكبرات الصوت في العالم، وقد تم ضبط كل عناصر نظام بوس المكون من 8 مكبرات صوت بدقة لمنح ركاب مقصورة كريتا صوتاً مثالياً. يمثل خيار تبريد المقاعد ثلاثي المراحل رفاهية حقيقية، كما أنه مزود بعناصر تحكم فردية للسائق والراكب الأمامي، ويتميز بكفاءة عالية في الأداء والهدوء. يعكس نظام التدفئة وتكييف الهواء بسيارة كريتا قدرات هيونداي الهندسية على أفضل نحو. تقدم كريتا مستويات متعددة من الحماية، تبدأ بهيكلها الفولاذي شديد الصلابة والمصمم لامتصاص الصدمات بأمان،
وتوفر كراتا كذلك قوة إيقاف كبيرة من خلال المعدات المتوفرة المتمثلة في الأقراص الأمامية بمقاس 16 بوصة والخلفية بمقاس 14 بوصة ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS. تتوفر كراتا بخيار من ثلاثة محركات. الأول هو محرك اقتصادي سمارت ستريم سعة 1.5 لتر يولد 115 حصاناً، وهو مدمج مع ناقل حركة دائم التغير. ثنائي المحرك وناقل الحركة يعزز من توفير الوقود والقيادة المريحة والهادئة. المحرك الثاني هو محرك رياضي كابا سعة 1.4 لتر مع شاحن توربيني بقوة 140 حصاناً، مدمج مع ناقل حركة رياضي ثنائي التعشيق. أما المحرك الثالث فهو محرك لعشاق العزم والتوفير، محرك ديزل U2 سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني يولد 115 حصاناً، مدمج مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. نجحت كريتا في أن تستحوذ على إعجاب قطاع كبير من الجمهور وأن تضع المعايير للشركات المصنعة الأخرى من خلال الاعتمادية وتعدد الاستخدامات ونمط الحياة العصرية. حياك الله اخوي عبدول يا اخي، زمان عنك والله. تفتكر مين اللي هيكسب، احنا ولا هو؟ انا فيك بالكلوب الثاني. الله يجزيكم، والله زمان عنكم يا اخي. لازم نطلع طلعات اكيد. الله عليكم، يعني الامور طيبه معك. اشترينا عربيه جديده ما شاء الله. شو؟ كريتا هاينداي. بص عليها. انت ليش اخترت احمر وانت ليش اخترت ازرق؟ والله انا الاحمر علشان ده اللون المفضل عندي حبيبتي. ما شاء الله. والازرق شسته لان احب البحر. نعم. احنا متاخرين. نروح؟ يلا نكمل اكل بعدين. يلا. نروح على بعض. تصبحوا على خير. خليكم يا شباب. حبيبي. يلا شباب. عمد. اميره. نقابل في الجبل. يلا نروح. ونشوف مين اللي بيطلع على الجبل الاول. ايه. طبعا فكره رائعه جدا. تحدي من الاول؟ طبعا انا الاول. لو في حاجة جميلة كمان، في كومباس في العربية دي، ده شيء بالنسبة لي مهم جدا. يعني في وايد أشياء حلوة فيها، من الشارجر الجديد اللي أول ما حطيت تلفوني لما دخلت السيارة تشرج، والراحة والسيتات وكل شيء فيها جميل. انا صراحه الاحظ بروده من السيت، يطلع لي هواء بارد. فمثلا اذا انا بغيت اخليه حار اقدر اخليه حار. تقدر تخليه حار وبارد. حلو. كمان مكان كافي للمعدات، انا حطيت كل المعدات بتاعت الغطس. Thank you.
السيارة محمد لازم يسكت، وعدينهم ومتفقين ان نحن نوصل قبلهم. بس للاسف شوف احنا الوحيدين في الجبل، فنحن لازم نوصل قبلهم. عملنا فيشينج وانا اصطدت سمكة قد كده. لا قد كده قد كده يا عمي، تعرف الاشياء تحت المياه بتظهر مقبرة بنسبة 33%. أكيد ماشي، فما تصدقش كل حاجة تسمعها. وعموما انت ضيفنا علشان بس تشوف الحكاية، هنتعشى بيها النهاردة وانت هتحكم. جبتوها معكم؟ اه يا حبيبي سنة. طبعا باربيكيو، ما انت تفكر ايه تضيفي. اكيد ان شاء الله. بص احنا هنتعشى دلوقتي وبعد كده تنام على طول. اوكي خلونا نقوم نجيب السمك. يلا طارق. اوكي بس لك اهو. بسم الله ما شاء الله، شايف الحوت حاجه كده جاي طلع فريش من البحر، مفيش زيها اتنين. احنا بسم الله ما شاء الله جايبين كرفان على الشط. ده اختيار جميل. اجيب لكم بقى البتاع دي. انا عايز اكل انا عايز اكل عشان انام. انا ما جوعان. شلون تشك؟ جميل. هي دي الحياه وهي دي المغامرات. ضروري نكررها مره ثانيه ان شاء الله. سمعت عن العوالم المتوازية؟ يعني إيه العوالم المتوازية؟ تحكي هذه الفكرة عن وجود نسخ لا محدودة منك، وهي النسخ متماثلة بنسبة كبيرة وموجودة بعوالم مختلفة. مش عارف الصراحة، بس الفكرة هاي ممتعة ومشوقة.